أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. The world ground or flat. هل في رأيكم أن العالم كروي أم مستقيم؟ هذا سؤال جغرافي ولا ديني؟ religious or geographical question. كلاهما. كروي. أخطأ ابن باز الجحفة حينما قال بأنها مستقيمة. مستقيمة ولا مسطحة؟ مسطحة. ليس أن الخطأ وقف عند المسألة الجغرافية. He wishes that the error stops at the geographical point. He wishes that the error stops at the geographical point only with the vendors. فهم صاحبها؟ الحمد لله. غيره. The error was more than geographical. حابب تشرح له نص. مسألة كروية الأرض أو سطحيتها ليست مسألة عملية ولا هي مسألة اعتقادية. يجب على المسلم أن يعرف حكم الشرع فيها إذا كانت عملية ليتعبد الله بها كسائر العبادات، أو أن يعتقدها في قرارة نفسه وقلبه إذا كانت عقيدة يؤمر كل مسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها. وإنما هي مسألة قد تؤخذ على وجهين اثنين من تفسير بعض الآيات في القرآن الكريم، وبلا شك ما هو الشأن في أكثر المسائل يكون أحد الوجهين صوابا والآخر خطأ. ومعذرة فقد شعرت بأني أطلت عليك، وبخاصة أن المسألة علمية دقيقة، فما أدري إن شأف 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 إذا شو رأيك؟ Not a matter which is related to practicing, and it is not a matter which is related to faith as such. This is a matter which, on the other hand, can be arrived at by the tafsir or the explanation of ayahs from the Quran, which can be understood in one of two ways. فتفسير الآيات يفهم من طريقتين من طريقتين على وجه من وجهين، أحدهما صواب والآخر خطأ. The understanding of the tafsir is on one of two ways. One of them would be right, the other would be wrong. وعلى هذا من اجتهد وكان أهل الاجتهاد، وأول شرط لهذه الأهلية هو المعرفة باللغة العربية. He who tries to deduce the understanding from this, who is the mujtahid, and he is apt to do that, and part of this aptness is the knowledge, the good knowledge of Arabic. فسواء أصاب أو أخطأ كما يعلم هو، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. If he arrives at the correct answer, he has two rewards. And if he arrives at the wrong conclusion, he has one reward. So he has used his ability to deduce the answer. وهذه الآيات التي جاءت حول الأرض، هل هي متحركة كروية أم هي ثابتة؟
فليس هناك نص قاطع يؤيد أحد الوجهين المختلفين. There is a strict exact context in the ayahs which would say specifically that the earth is either round or flat in exact words. ولذلك قلنا أن هذه ليست مسألة اعتقادية، لازم يكون فيها رأي موحد كما نعتقد بعقيدة السلف. This is why we say it is not a matter of faith or belief which everybody has to say the same thing about as we talk when we talk of the faith of the salaf. بعض الآيات من القرآن الكريم التي تتعلق بهذا الموضوع يمكن أن يفهم منها ثبات الأرض وسطحيتها، والبعض الآخر يمكن أن يفهم منها حركتها ودورانها. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. والبعض الآخر يمكن أن يفهم منها حركتها ودورانها، وهذا الرأي هو الذي يترجح عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. We have come from London to ask our Sheikh Nasruddin Al-Albani some questions. بعض الآيات من القرآن الكريم التي تتعلق بهذا الموضوع يمكن أن يفهم منها ثبات الأرض وسطحيتها، والبعض الآخر يمكن أن يفهم منها حركتها ودورانها، وهذا الرأي هو الذي يترجح عندنا ويطابق الواقع الطبيعي الذي يشعر به كل فرد من أفراد الناس سواء كان مسلما أو كافرا. In some of the ayahs of the Quran, it may appear that it is meant that the earth is flat and stationary. In others, it appears that it is round and moving. And this is what would agree with the way we all feel and think. ويكفي في أن نعرف أن المسألة ليس فيها دليل قاطع مع الذين يلحون على مخالفة ما ثبت علميا اليوم أن الأرض متحركة وأنها تدور حول الشمس. يكفي لمعرفة أنه لا نص صريح يخالف هذه الفكرة أو هذا الرأي الفلكي أن كثيرا من علماء المسلمين الذين يعترف كل المسلمين بعلمهم وفضلهم، وبخاصة نحن معشر السلفيين نعتقد بإمامية شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الكتاب والسنة وابن قيم الجوزية فضلا عن غيرهما، بأنهم كانوا يرون خلاف ما يذاع الآن بناء على بعض الظواهر القرآنية كالآية والجبال رواسي مثلا والأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات، ما فهموا منها هذا الرأي الجامد المخالف أولا لظواهر النصوص الأخرى وثانيا للحقيقة العلمية الفلكية. It is enough to answer those who think that there are no two ways about their understanding that the earth is flat and stationary, to tell them that of those scholars whom we greatly appreciate and respect in the past of Islamic history, who such as
ابن تيمية and ابن قيم الجوزية have all been of the belief that is against this idea that the earth is stationary and that it is flat, apart from the fact that this would seem to contradict with fact and reason which is available to us at the present time. ومثل آية وصف الجبال بالنسبة للأرض كالرواسي بالنسبة للسفن لا يستلزم لغة أن تكون الأرض غير متحركة مطلقا، وإنما تنفي حركة اضطرابية اضطرابية مضطربة. The ayah which relates the presence of mountains on the earth as though they are anchored to the earth do not necessarily give evidence that the earth is a stationary body. Rather, it explains that there is no disturbed motion of the mountains as they are attached to the earth. ومثل هذه الآية آية والجبال أوتادا. Similar to this would be the ayah which relates to mountains being as pegs in earth. لأننا نعلم بالمشاهدة أن الوتد بالنسبة للدابة ليس مانعا لها من الحركة، وإنما الوتد يمنعها من الحركة الفوضوية وهو الشرود والانطلاق كيفما شاءت. لا، ربنا نظم دوران الأرض كدوران الفرس حول الوتد، فجعل الجبال أوتادا على عكس ما يدعون، هي تثبت حركة الأرض لكن تثبت حركة علمية معروفة اليوم أنها منظمة ودقيقة جدا في طوال السنة لا تختلف ثانية. Just like the peg is something by which you restrain the animal from getting out, but you don't actually stop it from movement. But لسه بس يجي دورك انت خبي اسئلتك خبي كلامك لما يجي لعندك. The earth and the stars are in clear and well connected passages around each other. وكذلك الرواسي الرواسي لا تمنع السفينة من الحركة. Similarly for mass, رواسي which would not stop a ship from moving. وإذا انتقلنا إلى الآيات الأخرى فهي صريحة أو تكاد تكون صريحة في عكس ما يفهمون من الآيات الأولى، كالآيات المذكورة في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى أن قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل من الآيات الثلاث الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون. Another ayat of course which are more conspicuous in explaining the other point of view with regard to the motion of the earth are for example those in Surah Yasin which speak about the motion of the sun and the moon and the earth. كل في فلك يسبحون. All these three ayats are in their own motion in orbit.
وهذه الآية في الحقيقة من الآيات الكونية على صدق النبوة والرسالة بدون تكلف، لأن هناك آيات تعرفوا أنتم بيتكلفوا جدا في تأويلها وتطبيقها في بعض النظريات العلمية كما يفعل بعض العصافير الصغار. ليش أعرف بآية من القرآن which on a prima facie value ليش عم طلع فيه without any trying to get the meaning out of it that they show the meaning to be according to what is understood to be a fact. طيب شو عنده غيره؟ Thank you.